نهار الخميس 21 اكتوبر دونك الاسبوع اللي فات تقريبا مع 9 متاع الليل، انا متعدي على مستوى شارع جون جوريس، تقاطع مع شارع كامل اتاتورك واحد القهوه نسميها احنا القهوه الحمراء. كنت مع بعض من الاصدقاء، خليتهم خذيت تاكسي وتلفت على دورتي نلقى بجنبي عاون بالزي لبس زي بالاسود من عمومي مكتوب عليه، يقول لي دونك بدا يحكي معايا طول تشكيو بالبوليسيه تسبوا في البوليسيه. انا مازلت ما استوعبتش، معناها قلت يا اخي شكونك، معناها سيادتك انت تحكي معايا، فهمت يا اخي. بدا يقول حاكم وتبيعه، معناها حاكم معاه كلام اخر، وجبدني السيد معاه اللي بجنبه، دونك كان فما شخص اخر ورايا بجنبه، هو كان ما فقتش بيه مي، دونك جبدني ديريكت من الساك نتاعي، دونك لقيت روحي في القاع وبداو يكركروا فيا، هزوني للدوره اللي بالضبط اللي في اول شارع كامل، في وسط شارع كامل اتاتورك، وقعدوا يكركروا فيا غاديكا. والحاجه اللي صدمتني، معناها ماهيش حاجه جديده انه واحد يصير له اعتداء من عند بوليسيه ولا حاجه، لكن المره هذه معناها انه استهداف واضح، معناها الوجه وللرقبة، هذه الحاجة اللي قعدت معناها ماركونت بالنسبة لي أنا، جو با دير شوكونت، خاطر حاجة معناها ولينا نحبش نقول زادة وليت حاجة بانال إنه واحد يعتديها عليه عاون بوليس ولا عاون أمن، دونك الاستهداف كان طول على الراس، والضرب كان باليدين في الأول وبعدين ولا بالساقين، نشوف كان في البرودكان معناها تضرب فيا، وضرب وتعفيس معناها أصلاً. وهذا الشكين بالزملاء، هذا سبين الزملاء، وهذا هو معنى مع سيل كبير بطبيعة من السباب ومن الشتائم معناه. انا الراي اللي هو استهداف واعتداء ممنهج، ماهيش حاجه عاديه وماهيش حاجه حاله معزوله. اللي صار هما ما ضربوش بدر بعبو، ضربوا هما الناشط الحقوقي، الناشط الكويري، الناشط على المدافع على الحقوق الانسانيه، الناشط اللي يدافع على حقوق مجتمع افراد الميم عين. دونك هما الاستهداف نتاعهم كان هي صوره ممكن من الصور اللي كانت توصل في صوت فئات اللي هي مهمشه ومحقره معناها في المجتمع نتاعنا. الحاجة اللي نحب نقولها ممكن هوني انه ماهيش حاجة جديدة، وخاطر فما بعض الناس اللي قاعدين يقولوا انه جديد ولا عنا جديد الهجمات هذه، هي كانت حاجات معناها تصير من قبل، لكن ما كانش يتم تسليط الضوء عليها معناها بالطريقه الامثل معناها، والصوت نتاع الاشخاص اللي تعرضوا للاعتداء ما كانش يوصل كما يلزم، وفي بعض الحالات زاده دونك كسوا معناها على شخصي انا ولا بعض الاطراف الاشخاص الاخرين اللي دايرين بيا، ساعات نفضلوا انه ما نتكلموش باش ما نخوفوش الناس اللي نخدموا معاهم ونخدموا معناها باش ندافعوا على الحقوق نتاعهم. الحاجه اللي قاعدين نشوفوا فيها علاش معناها كثره الاعتداءات، علاش كثر السماع معناها الشكوات معناها الشكوى من البوليسيه ومن العنف البوليسي المسطر، انه ولات حاجه ممنهجه، ولات حاجه مسطره ياسر، ولات حاجه معناها في وضح النهار. نذكر زاد اخر مره قبل هذه، معناها مش اول مره كما قلت يصير الاستهداف معناها نتاع افراد من مجتمع الميم عين ولا افراد معناها من المجتمع الكويري، نشطاء كويريين. اخر مره انا واحد من الناس تم استهدافي في شارع مارسيليا قدام الناس الكل على بعد تقريبا اقل من 20 متر من دوريه امن كانت رابضه بالمكان معناها، واللي يزيد يصدم اكثر انه الاشخاص اللي اعتداوا عليه اللي هما اربعه انفار معناها مشاو التحقوا بالبوليسيه هذوما وقعدوا يتحكموا ويضحكوا معاهم معناها. الحاجه اللي تفسر ممكن حسب برايي يعني ما فما حتى حاجه تفسر العنف، لكن التفسير اللي بلوز اوموان لوجيك معناها اللي نشوف فيه انه فما اون امبيونيتي، فما الناس ماهيش خايفه معناها، ماهيش خايفه من انه يتم تسليط اي عقاب عليها، وماهيش خايفه من العداله باش تاخذ المسار نتاعها. مجتمع الميم عين في تونس يعيش ما بين نسميهم من المطرقه والسندان معناها في 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 توصيف معناها للوضعيه. دونك عندنا مطرقه القانون والسندان نتاع المجتمع، دونك عندنا المجتمع، عندنا المؤسسات نتاع دونك القانون بطبيعه القانون بكل ما يمثله من المؤسسات، عندنا قوانين استعماريه لا دستوريه، قوانين رجعيه، قرو وسطيه، اقل ما يمكن ان يقول عنها انها
تنتمي الى معناها العصور القرون الوسطى. القوانين هذه منها معناها قانون مثل الفصل عدد 230، واللي هو اللي هو ينتهك الحرمه، ينتهك حرمه الحياه الخاصه للافراد مجتمع الميمعين. وكذلك عندنا وسائل زاد اخرى تستعملها الدوله والى السلطه هي للتدخل في حياه الخاصه للافراد، كما الفحص الفحوصات الشرجيه اللي هي معناها فحوصات معناها ظهر لي معناها اقل ما يمكن ان يقول عنها انها ما يلزمهاش، ما عادش تنجم تكون، ما عادش عندها حتى بلاصه في 2021. توا القانون بالاضافه معناها للقمع المؤسساتي، خاطر فما قمع والا فما عنف، فما عنف معناها قانوني، فما عنف مسلط من طرف المؤسسات نتاع الدوله، والعنف فما عنف زاد رمزي نسميه رمزي، انه تحاولوا نفكوا منهم الصوت نتاعهم، الاشخاص اللي تحاول تتكلم نحاولوا نفكوا منهم ولا نصدروا من عندهم الصوت نتاعهم. هذا اللي يخلي الافراد افراد المجتمع من عين معناها وحدهم ديما حاطينهم على مارج معناها على هامش المجتمع، رغم انهم يحاولوا ياخذوا معناها الاماكن اللي البلاصه اللي هما يستحقوها في 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 المجتمع نتاعنا. وهوني نرجع ممكن للي صار في التحركات الاحتجاجيه في مارس، في جانفي وفي فيفري وفي مارس 2021، انه مجتمع معين كان عنده وجود معناها كبير وحضور كبير، لكن تم يعني محاوله مصادره شرعيه الحركه الاجتماعيه هذه والحركات الاحتجاجيه الاجتماعيه بوجود تم ضربهم، يعني باليوم اعتبرتهم السلطه والا اعتبرهم البوليس معناها تحديدا اعتبرهم الحلقه الاضعف في الـ في الـ في الـ في المجموعات اللي تحركت واللي طالبت معناها باصلاحات معناها اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه.